الا فلفل. فاضلنا ايه؟ ثلاثة؟ فاضلنا اتنين. والله احنا خلاص. طب حلو قوي، ده الامتحان سهل. بس انا عايزه لغم. وهو الله يعني مش هينفع. انا ممكن اعيد لك تاني كده. ايه ما جابش لغم برضه؟ سؤال رقم واحد. اوعدك الاخيره هتبقى لغم. بص بقى، الاخيره ما جاتش لغم هاخد لغم. ماليش دعوه. ايه بقى اجباري؟ حاضر. مع بدايه الموسم ازمات تحكيميه كبيره جدا. نعم. ليه الازمه مستمره على مدار ليه؟ عشان ليه عرض مستمر طول الوقت؟ عشان ما فيش ثقه. ليه؟ ما فيش ثقه. كل المنظومه ما عندهاش ثقه في بعضها. افقدوا منظومه التحكيم الثقه. جابوا ناس في التحكيم بيتخانقوا مع بعض ناقص ان هم يضربوا بعض. جابوا ناس مجانين الظهور في الاعلام وفي الميديا وفي القصه والحدوته. والتحكيم ده عامل زي القضاء. يعني انت كقاضي تقدري تطلعي قبل حكم تقولي هعمل كذا وخلي كذا واسوي كذا، عمرنا ما شفناها. فاللي حصل ده كانت دربكه على راي استاذ فتحي سند كبيره جدا، ولا لها لازمه ولا لها معنى. ومن قبل كده محدش عايز، لا جمهور الاهلي مستحمل ولا جمهور الزمالك مستحمل ولا باقي الجماهير مستحمله. فعمالين كلنا نضرب في التحكيم ونخبط في التحكيم. جت المصيبه بقى الفترة الأخيرة، الخناقات اللي ما بينهم من بعضهم، اللجنة بتخانقة مع بعضها، الاتحاد يحط حكم دولي الصبح ويشيله بالليل، فبقى في حالة انعدام ثقة. لكن أنا متفائل بالمرحلة القادمة إنها ممكن يكون فيها استقرار ونجاح، لأنه معانا دلوقتي اتحاد جديد، معانا لجنة جديدة، سواء اللجنة اللي موجودة تكمل أو هيجيبوا خبير أجنبي. وإن كنت أطالب بالحفاظ على ياسر عبد الرؤوف لأنه بدايته جيدة كشخص قوي ما بيخافش. اتمنى ان ده يحصل عشان يبقى في نجاح. احنا شايفين الفتره في تسريبات وفي ازمه بتاعت الفار، رايك فيها ايه يا عمر؟ انا ما بحبش التسريبات. مدرستي ضد التسريبات. بكره التسريبات جدا. وجهه نظري انا الشخصيه. التسريب لا، ما بحبوش. لان عامل ازمه ومشكله كبيره جدا. انا ما بحبش التسريب، ما بكرهه. لانه طالما حاجه مش شرعيه مش ليجل ما احبهاش. كان صح ان هو يتعرض على الهواء؟ لا طبعا، وجهه نظري انا لا لا لا. انا موضيع والصندوق الاسود والحاجات دي كلها ما بحبهاش، لانه الحاجه الليجل الرسمي يا مليون مرحبا، غير كده ما بحبهاش.